السلام عليكم، الصوت واضح؟ السلام عليكم. بسم الله نبدأ. تحدثنا في اللقاء السابق عن المتغير العشوائي، ووضحنا نوعين من أنواع المتغيرات العشوائية، وقلنا إما أن يكون متغير عشوائي متقطع أو يكون متغير عشوائي مستمر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الدالة الاحتمالية أو دالة الاحتمال، وعرفنا دالة الاحتمال وأن هي عبارة عن علاقة بين س وح س، أي هي عبارة عن علاقة بين المتغير العشوائي واحتمالات هذا المتغير. يعني كل قيمة لها احتمال، العلاقة بين القيمة واحتمالها تسمى بدالة الاحتمال. اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن القيمة المتوقعة، عن القيمة المتوقعة. والقيمة المتوقعة على طول بتتبع التباين والانحراف المعياري. طيب، فلما نقول قيمة متوقعة، لما نقول قيمة متوقعة كده مسموع صوت؟ ألو؟ طيب، قلنا القيمة المتوقعة هي الوسط الحسابي. يعني دائما لما يقول لك قيمة متوقعة على طول المفروض يتبادر لذهنك هذا هو الوسط الحسابي. إذا الوسط الحسابي بنعرفه بأنه هو القيمة المتوقعة، وكذلك القيمة المتوقعة هي بنعرفه بأنها هي الوسط الحسابي للمتغير العشوائي. طيب، لما أقول عندي متغير عشوائي، أول حاجة نحن بنرمز لهذه القيمة المتوقعة بالرمز ميو. هذا الرمز اسمه ميو، شايفينه؟ هنا أنا عملت عليه دائرة، هذا ميو. ميو هو رمز القيمة المتوقعة. طيب، اسمه ميو. ميو. طيب، هذا الرمز، هذا الرمز هو اسم رمز القيمة المتوقعة. تمام؟ إذا القيمة المتوقعة اللي هي أنا حرمزها بعد شوي بالرمز ميو بتساوي، هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مجموع العمود اللي حأضرب فيه أنا سين مضروبة في حاء سين بالعربي. أنا في الاختبار هعطيه عمودين، هعطيه عمودين. العمود الأول هنسميه عمود، الصوت ما واضح؟ الصوت ما واضح؟ طيب، قلنا في الاختبار عند العمودين، العمود الأول عمود المتغير العشوائي سين، والعمود الثاني هو عمود بسميه أنا عمود حاء سين، القيمة الاحتمالية المقابلة زي ما عملنا زمان. زمان إحنا عملنا عمود كان فيه سين وعمود الآخر كان فيه هو حاء سين، يعني مثل هذا. العمود الأول هسميه عمود سين، والعمود الثاني هسميه عمود حاء سين، عمودين. هذا كما في الاختبار، العمود الأول والعمود الثاني فقط. طيب، العمود الأول هو عمود المتغير العشوائي، هو عمود المتغير العشوائي. طيب، العمود هذا عمود المتغير العشوائي فيه قيم للمتغير العشوائي، اللي هي هذه القيم زي ما اتفقنا المرة السابقة، قد تكون هذه القيم سالبة أو قيم موجبة. العمود الثاني، العمود الثاني حيكون معطى اللي هو فيه القيمة الاحتمالية، نجد فيه القيمة الاحتمالية اللي هي القيمة الاحتمالية المقابلة لسالب 2 هي 0.2 أو 2/10، والقيمة الاحتمالية المقابلة لسالب 1 هي 0.3، والقيمة الاحتمالية المقابلة للصفر هي 0.2، والقيمة الاحتمالية المقابلة للواحد هي 0.2، والقيمة الاحتمالية المقابلة لاثنان هي 0.1. مجموع القيم الاحتمالية اتفقنا عليه المرة السابقة قلنا المفروض يساوي
كم مجموع القيم الاحتمالية المفروض يساوي مجموع القيم الاحتمالية يساوي شباب صوت ما واضح مجموع القيم الاحتمالية يساوي المفروض يساوي واحد صح مجموع القيم الاحتمالية المفروض يساوي واحد طيب إذا أنا عندي عمود الأول سميته عمود سين والعمود الثاني هو عمود حاء سين عمود سين وعمود حاء سين طيب الفي هذا الأول سميته المتغير العشوائي اسمه المتغير نعم المتغير هو سين اللي هو عند سالب 2 سالب 1 0 1 2 حاء سين هي القيم الاحتمالية لهذا المتغير عملناه في اللقاء السابق اللي هو 0.2 و 0.3 و 0.2 و 0.2 و 0.1 المفروض مجموع هذا العمود العمود رقم 2 المفروض مجموع يساوي 1 اللي هو سمينا قلنا مجموع القيم الاحتمالية في دالة الاحتمال المفروض يساوي 1 طيب الآن عندنا نحن حاجة اسمها التوقع أو بسموه الوسط الحسابي أو بسموه القيمة المتوقعة قلنا القيمة المتوقعة أنا هأضيف عمود ثالث أضيف عمود ثالث بيكون في الاختبار ما في مضيفه أنا من عندي هذا العمود الثالث بكتب فيه إيش اللي هو عبارة عن حافل ضرب العمود الأول في العمود الثاني اللي هو سين مضروب في حاء سين العمود الثالث هذا العمود الثالث هو عبارة عن حافل ضرب العمود الأول في العمود الثاني كيف يعني أنا أضرب سالب 2 في بوينت 2 بيساوي سالب بوينت 4 أضرب سالب 1 في 3 من 10 اللي هي بيساوي سالب 3 من 10 أضرب 0 في بوينت 2 اللي هي بيساوي 0 أضرب 1 في بوينت 2 اللي هي بيساوي بوينت 2 أضرب 2 في بوينت 1 اللي هي بيساوي بوينت 2 شايفين هذا العمود ظهر لي عمود ثالث هو عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول كل قيمة في العمود الأول في القيمة المقابلة لها في العمود الثاني اللي هو كل قيمة سين مضروبة في حاء سين قيمة سين مضروبة في حاء سين طيب هذا يعطينا عمود ثالث مجموع العمود الثالث هذا مجموع هو عبارة عن القيمة المتوقعة أو ما يسمى بالوسط الحسابي طيب أجمع هذا سالب 4 سالب بوينت 4 مع سالب بوينت 3 بيساوي سالب بوينت 7 طيب هنا عندي بوينت 2 وعندي بوينت 2 اللي هي بالسالب بوينت 4 الفرق بين سالب بوينت 3 وبوينت 4 اللي هي سالب بوينت 3 بالآلة الحاسبة بيساوي سالب بوينت 3 هذه القيمة هي عبارة عن القيمة المتوقعة عبارة عن القيمة المتوقعة يعني سهلة جدا جدا وبسيطة جدا نحن في الاختبار بنعطيك عمودين انت تضيف عمود ثالث من عندك اضرب كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها مجموع هذا العمود الثالث اللي انت عملته حي هو نفسه عبارة عن القيمة المتوقعة واضح شباب؟ واضح؟ مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ لا مو مفهوم طيب نعيد ثاني طيب نعيد ثاني قلنا خلي بالك معي هذا مؤشر هذا العمود الاول هذا يسمى عمود المتغير العشوائي معطى في الاختبار نحن نعطيك له جاهز تمام العمود هذا يسمى عمود المتغير أو قيم المتغير العشوائي واضح شباب هذا العمود العمود الثاني برضو بيكون معطى هذا العمود الثاني هو معطى هو عبارة عن قيم الاحتمالية للمتغير العشوائي كل قيمة من هنا من سين عندها قيمة احتمالية مقابلة لها نسميها حاء سين كل قيمة احتمالية
لها قيمة مقابلة لها تسمى بحق هذا مع هذا، يعني سالب 2 احتماله هو عبارة عن 0.2، سالب 1 احتماله هو عبارة عن 0.3، صفر احتماله هو عبارة عن 0.2، 1 احتماله هو عبارة عن 0.2، 2 احتماله هي عبارة عن 0.1. كده واضح شباب؟ واضح شباب كده فاهمين؟ العمودين، العمود الأول هذا والعمود الثاني في إشكال؟ معطى في الاختبار هذين العمودين معطيين، العمود الأول هذا معطى والعمود الثاني معطى. طيب السؤال كيف؟ بيقول لك أوجد القيمة المتوقعة، أوجد القيمة المتوقعة. طيب أوجد القيمة المتوقعة، أنا عشان أوجد القيمة المتوقعة أوجد، السؤال بيقول لك أوجد القيمة المتوقعة، أوجد القيمة المتوقعة، هذا هو السؤال. طيب لكي أوجد القيمة المتوقعة أضيف عمود ثالث، أضيف عمود ثالث، تمام؟ هذا العمود الثالث هو عبارة عن حاصل، هو عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول، العمود الأول في العمود الثاني، في العمود الثاني، قلنا حاصل ضرب العمود الأول في العمود الثاني. طيب كل قيمة في العمود الأول نضربها في العمود المقابل لها، هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا ضرب هذا، هذا ضرب هذا. طيب لما أضرب سالب 2، سالب 2 في 0.2 بتساوي سالب 0.4 بالآلة الحاسبة شباب، المفروض كل حد يكون جنبه آلة حاسبة. طيب سالب 2 ضرب 0.2 بيساوي سالب 0.4 في العمود الثالث هذا، وسالب 1 ضرب 0.2 بيساوي سالب 0.3 هذه، وصفر ضرب 0.2 بيساوي صفر، 1 ضرب 0.2 بيساوي 0.2، 2 ضرب 0.1 بيساوي 0.2، تمام؟ هذا هو العمود رقم كم؟ 3. مجموع هذا العمود، مجموع هذا العمود تعملوا سميشن بالآلة الحاسبة تجمعوا، حاصل الجمع هو عبارة عن هذه القيمة اللي هي سالب 0.3، سالب 0.3. إذا سالب 0.3 هي يا شباب عبارة عن القيمة المتوقعة في أي اختبار موجودة، في أي مسألة تبغاها موجودة، عشان كده لازم تعرف إنه القيمة المتوقعة هي عبارة عن حاصل ضرب العمود رقم 1 في العمود رقم 2، مجموع هذا العمود هو عبارة عن القيمة المتوقعة. كده واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام، يعني طيب كده خلاص يا شباب، القيمة المتوقعة خلصنا منها خلاص. إذا بعدها أنا أتوقع كل واحد منكم نسأل في الاختبار عن ميو، هذه ميو اسمها ميو، شايفين على هذه، هذه هذا الرمز اسمه ميو، هذا الميو لما نسأل منه على طول نحن نتبع عمودين، أضرب العمود الأول في العمود الثاني حاصل الجمع على طول هو القيمة المتوقعة من غير أي كلام، تمام؟ طيب بعده القيمة المتوقعة نمشي لحاجة اسمها التباين، اسمها إيش؟ التباين، هنتكلم عن التباين، 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 والتباين، التباين هو عبارة عن حاصل جمع اللي هو سين تربيع، قيمة سين تربيع ناقص حاصل ضرب سين تربيع مضروبة في حسين، سين تربيع مضروب في حسين، هذا الجانب الجزء الأول. الجزء الثاني من التباين
اللي هو التوقع لكن مربع. التوقع لكن يا شباب ماله مربع، يعني قانون التباين. شوف رمزه كيف، رمزه هو سيجما. سيجما هذه العلامة، هذا الرمز نسميه سيجما. شايفينه سيجما اللي هو أنا ممكن أكتب لكم هنا اللي هو عبارة عن كده يا شباب سيجما. سيجما تربيع، هذا هو التباين. التباين رمزه كده يا شباب، سيجما تربيع. سيجما تربيع تمام. تباين رمزه قلنا هو عبارة عن سيجما تربيع، هو فيها تربيع. شايفينه سيجما تربيع. طيب نحسب كيف، كيف طلع؟ طلع نحسب التباين، قلنا هو التباين عبارة عن اللي هو قلنا التباين عبارة عن حاصل، هو عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول مربع، اللي هو مربعات العمود الأول. نربع القيمة في العمود الأول، هذه القيمة الموجودة في العمود الأول نربعها ثم نضربها في العمود الثاني، نربعها ثم نضربها في العمود الثاني. واضح شباب؟ نربع القيمة الأولى، يعني هذه الاثنين لما نربعها تصبح كم؟ أربعة. أربعة نضربها في بوينت اثنين اللي هي حصير بوينت ثمانية. أربعة ضرب بوينت اثنين تصير كم؟ بوينت ثمانية. القيمة اللي بعدها سالب واحد، لما نربعه يصبح واحد، يصبح كم يا شباب؟ واحد. هذا الواحد نضربه في بوينت ثري بيساوي بوينت ثري. القيمة اللي بعدها صفر، نربعه بصفر نضربه في بوينت تو هيصبح بوينت صفر. القيمة اللي بعديها واحد تربيع في بوينت ون في بوينت تو بيساوي بوينت تو. القيمة اللي بعدها اثنان، اثنان هذه لما نربعها تصير كم؟ تصير أربع. أربع نضربه في بوينت ون اللي هي بوينت فور، يعني بالعربي بالعربي نحن نربع العمود الأول ثم نضربه في العمود الثاني يعطينا العمود رقم أربعة. تكوننا عمود رقم أربعة هنا، شايفينه هذا العمود رقم أربعة، عمود رقم أربعة. طيب العمود رقم أربعة هو ما التباين يا شباب، هو ما التباين، هو الجزء الأول من التباين. لو نحط التباين في القاعدة حقته، التباين هو عبارة عن عن إيش؟ قال التباين هو عبارة عن مجموع، عبارة عن مجموع مربعات القيم مضروبة في الاحتمال. أصبح هذا مج سين تربيع اللي هو سين ربعناها ضربناها في حاسين العمود المقابل لها ناقص، لاحظ معي ناقص إيش؟ ناقص القيمة المتوقعة تربيع، ناقص القيمة المتوقعة تربيع. يعني انت نحن طالبناك بالتباين، اتأكد تماما انك انت اول خطوة تعملها مفروض تحسب التوقع القيمة المتوقعة، لانه التباين جزء منه هو عبارة عن مربعات والجزء الاخر هو عبارة عن القيمة المتوقعة. يعني لو ما حسبت القيمة المتوقعة ما حتقدر تحسب التباين. كوبري، تعرفوا كوبري؟ القيمة المتوقعة هي كوبري للتباين. واضح شباب؟ يعني اول حاجة انا بحسب القيمة المتوقعة ميو حطها، ثم احسب المربعات اربع القيم واحطها في عمود رابع. هذا العمود الرابع شايفينه، العمود الرابع فوق انا كاتب فيه هو سين تربيع ضرب سين تربيع ضرب حق سين. سين تربيع ربع القيمة الاولى واضربها في حق سين، هذا هو الناتج. ربع القيمة الثانية واضربها في حق سين، هذا هو الناتج. ربع القيمة الثالثة واضربها في حق سين. ربع في البداية ثم اضرب، ربع ثم اضرب. المجموع هذا، مجموع العمود هذا هو عبارة عن، عبارة عن هو 1.7، عبارة عن 1.7 اللي هي هذه 1.7 يا شباب هي عبارة عن مجموع العمود رقم 4، هي مجموع، مجموع العمود رقم 4، مجموع العمود رقم شباب. هذه هي عبارة عن مجموع العمود رقم 4. طيب مجموع العمود رقم 4 ناقص القيمة المتوقعة تربيع، ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها قبل في البداية تربيع تمام. أصبح عندي 1.7 ناقص سالب 0.3 تربيع. هذه 0.3 كيف؟
هي عبارة عن القيمة المتوقعة اللي حسبناها هنا، شايفينها هنا، هذه دخلت معي ثاني هنا في التوقع في التباين. الناتج هو عبارة عن 1.61 كلام كل هذا الآن حاسب يا شباب، هو سهل جدا جدا، يحتاج إلى إنك أنت تضيف عمود رابع، هو عبارة عن حاصل ضرب القيمة مربعة مضروبة في الاحتمال مجموع هذا العمود حطه بعيد. عندك في البداية حسبت إيش؟ حسبت اللي هي القيمة المتوقعة، العمود الرابع ناقص القيمة المربعة تربيع على طول تعطيك ما يسمى بالتباين. أسهل ما يكون التباين، لا التباين لا يمكن أن يقع سالب أصلا، هو تباين المربعات، مربعات تباين، التباين لا يمكن أن يكون شنو يا شباب؟ سالب. التباين لا يمكن أن يكون سالب، لا يمكن أن يكون سالب، تمام؟ طيب إذن نحن اليوم ركزنا على القيمة المتوقعة والتباين فقط. الآن أنا هعطيك تطبيق صغير نشوف كيف نقدر نعمل فيه القيم المتوقعة. طيب هذا المثال واضح أمامكم، هذا المثال. طيب أعطاني سين هي عبارة عن السيارات المباعة، وأعطاني حاء سين القيمة الاحتمالية لكل عدد سيارات، صفر سيارة المقابل لها 4/10، واحد مقابل لها 0.3، اثنين مقابل لها كاف، ثلاث مقابل لها 0.1. المطلوب أول حاجة أحسب قيمة كاف، أول شيء المفروض نعمله لازم نخلي مجموعة القيم الاحتمالية كلها يساوي كم يا شباب؟ واحد، لازم يساوي واحد. طيب كيف أطلع هذه الكاف؟ اللي هي قالوا 0.2 يا شباب، أحسنت، كاف بتساوي 0.2 اللي هي حجمع 0.4 زائد 0.3 زائد 0.1 كلها أصبحت 0.8، الباقي من الواحد كم؟ الباقي 0.2، هذه هي قيمة كاف. أول خطوة نعملها، أول خطوة حسبنا قيمة كاف، واضح يا شباب؟ عملناها قبل كده 0.2 اللي هي 2/10 اللي هي عبارة عن 2/10. طيب قال واضح. طيب نفس اللي بعده، بعد ما عملنا هذه القيمة قال لي أوجد القيمة المتوقعة، أوجد القيمة المتوقعة. أنا الآن أبغاكم أنتم تجدوا القيمة المتوقعة وبعد ذلك أشوفها هي صح أو خطأ. طيب يلا الخطوات اللي عملناها الآن، قلنا القيمة المتوقعة هي عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول في الثاني مجموعه، هي عبارة عن حاصل ضرب العمود الأول في الثاني اللي هو مجموع هذا العمود، كم تساوي؟ طيب بالشوش أوجد القيمة المتوقعة، نضرب العمود الأول في الثاني، نعمل مجموع summation. نضرب العمود الأول في الثاني، تطلع كم يا شباب؟ تطلع واحد، في ناس قالوا صفر، في ناس قالوا ستة. يا أخواننا ضرب عادي، أضرب صفر في 0.4، صفر في 4/10 كم تساوي؟ 4/10. واحد في 3/10 كم تساوي؟ 3/10. اثنان في 4/10 في 2/10 كم تساوي؟ وثلاثة في 1/10 كم تساوي؟ مجموع هذا العمود هو عبارة عن القيمة المتوقعة، صفر وانتو يلا يا شباب القيمة المتوقعة يساوي واحد 1.4. حتى الآن في بعض المشاكل الناس كلها ما بالمستوى المطلوب، ها واحد تمام، القيمة المتوقعة قال واحد واحد. طيب نشوف الحل في المثال. طيب القيمة المتوقعة أنا عندي العمود الأول سميته عمود سين، والعمود الثاني سميته عمود حاء سين، أضرب العمود الأول في العمود الثاني، كل قيمة في العمود الأول مع المقابل لها من العمود الثاني، صفر ضرب بوينت صفر ضرب بوينت فور بيساوي صفر، واحد ضرب سالب واحد ضرب بوينت ثري بيساوي 0.3، 2 ضرب 0.2 بيساوي 0.4، 3 ضرب 0.1 بيساوي 0.3. مجموع هذه القيم اللي هي بالآلة الحاسبة
3 من 10 زائد 4 من 10 بيساوي 7 من 10 زائد 3 من 10 بيساوي 1 بيساوي 1. واضح شباب؟ 1 نعم بيساوي 1. مجموع العمود رقم 3 بيساوي 1. سهل جدا سهل جدا. مجموع العمود رقم 3 بيساوي 1. في حد عنده اي اشكال يا شباب؟ في حد عنده مشكله في هذه المكان يعني؟ في حد عنده اي اشكال؟ واضح؟ مفهوم؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب واضح مفهوم. هذا بالنسبة لي التوقع أو القيمة المتوقعة. أنا بعد ذلك يا شباب متوقع كل واحد منكم إن شاء الله في هذه الجزئية تكون عنده إشكال. نحن نعطيك عمودين وإنت توجد العمود الثالث تجمع هذا العمود يعطيك على طول يطلع لك هذه القيمة نسميها دي القيمة المتوقعة ميون. طيب بقى عندنا العمود الرابع اللي هي بنسميها بالتباين. بقول لك اوجد سيجما تربيع. انا في الاختبار بقول لك اوجد سيجما بعمل لك كده سيجما تربيع. هذه السيجما تربيع هي التباين. وسيجما تربيع التباين هذا قلنا بنعمل عمود رابع. شايفين هذا العمود؟ العمود رقم 4. العمود رقم 4 هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن مربعات. العمود الاول ربع القيمة الموجودة في العمود الاول ثم اضربها في العمود الثاني. ربع س ضرب بحاسين. صفر تربيع اصبح هو صفر. تمام؟ صفر في بوينت 4 الناتج 0 صفر. واحد تربيع هو واحد نفسه في بوينت 3 الناتج بوينت 3. اثنان تربيع تصير اربعة. اربعة ضرب بوينت 2 يصير بوينت 8. 3 ثلاثة تربيع يصير تسعة. تسعة ضرب بوينت 1 هي عبارة عن بوينت 9. عبارة عن بوينت 9. مجموع هذا العمود هو كم؟ هي عبارة عن 2. عبارة عن 2. طيب هذا هو التباين. 2 هذه يا شباب هي التباين. 2 هذه تمثل التباين. هذه الاثنان تمثل التباين. مجموع العمود رقم 4 هل هو تباين؟ سؤال يا شباب. مجموع العمود رقم 4 هل هو التباين؟ رقم 4 هل هو التباين؟ لا لا قالوا مجموع العمود رقم 4 هو ما التباين. نعم إذا مجموع العمود رقم 4 هو جزء من التباين، هو الجزء الأول. ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها في البداية تربيع. القيمة المتوقعة كانت بتساوي كم؟ 1. تربيع حيصير كم؟ هو نفسه 1. حيصير 2 ناقص 1. 2 ناقص 1. اللي هي بتساوي 1. إذا التباين هو عبارة عن س تربيع ضرب اللي هي التباين قلنا بيساوي سين تربيع ضرب بحاسين ناقص اللي هي اثنان ناقص واحد بيساوي واحد. اذا التباين بيساوي كم؟ التباين في النهايه يا شباب بيساوي واحد. التباين هو عباره عن واحد. واضح شباب؟ اي سؤال؟ واضح؟ التباين مفهوم. طيب اذا التباين والقيمه المتوقعه فيهم اي مشاكل؟ في اي حد عنده اي اشكال في التباين والقيمه المتوقعه؟ التباين والقيمه المتوقعه واضح؟ طيب اذا التباين
هو عبارة عن حافل جمع العمود المكتوب فيه سين تربيع مضروبة فيه حاء سين ناقص القيمة المتوقعة تربيع، ناقص القيمة المتوقعة تربيع. طيب من هذا المثال، هذا المثال نعتبر هذه سين وهذه حاء سين، القيمة هذه هي عبارة عن حاء سين. طيب المطلوب الآن أحسب القيمة المتوقعة، أحسب القيمة المتوقعة لسين اللي هي ميو. أنا في الاختبار بقول لك أحسب، أحسب ميو، أحسب ميو، أحسب ميو. يلا شباب أحسب ميو، أحسب القيمة المتوقعة. القيمة المتوقعة هي ها يا شباب من هنا، القيمة المتوقعة هي أضرب العمود الأول في الثاني ما واحد، القيمة المتوقعة هي في هذا المثال، القيمة المتوقعة هي العمود الأول في العمود الثاني، سالب ثلاثة، سالب ثلاثة، احسنت، سالب ثلاثة. يلا الباقي حاول كلك يا شباب، حاول أفضل نحاول حتى نكون مطمئنين إنه الناس فاهمة. يعني سالب ثلاث، سالب ثلاث، سالب ثلاث. اللي قال ما فهم شيء، في حد داخل انه قال ما فهم شيء. طيب اضرب حاصل ضرب العمود الاول في العمود الثاني اللي هو هذه المثلة نفسها قبل شيء حليناها نحن، اللي هي قلنا نضرب سين في حاء سين، القيمة المتوقعة هي عبارة عن مج سين حاء سين، مج معناه مجموع، مجموع العمود اللي فيه حاصل ضرب العمود الأول في العمود الثاني. قلنا في الاختبار نحن نعطيك عمودين فقط، نعطيك عمودين، تمام، عمودين فقط. العمود الأول سالب واحد، سالب اثنان، صفر واحد اثنان، تمام. العمود الثاني القيمة الاحتمالية لكل قيمة، سالب اثنان معها بوينت تو، سالب واحد معها اللي هي بوينت ثري، صفر مقابله بوينت تو، واحد مقابله بوينت تو، اثنان مقابله بوينت ون. هذا بيكون معطى في الاختبار يا شباب، الين هنا بيكون معطى هذا فقط. انا بقول لك في الاختبار اوجد القيمة المتوقعة ميو، انت تضيف عمود ثالث من عندك، تمام. لما اضيف عمود ثالث، هذا العمود هو عباره عن ايش؟ عباره عن حاصل ضرب العمود الاول في العمود الثاني، كل قيمه في القيمه المقابله لها، كل قيمه في القيمه المقابله لها. هذه قيمه سالب 2 في بوينت 2 بالتالي سالب بوينت 4، تمام. سالب 1 في بوينت 3 هذه سالب بوينت 3، صفر في بوينت 2 هذه صفر، واحد في بوينت 2 هذه بوينت 2، 2 في بوينت 1 هذا هو بوينت 2. مجموع هذا العمود الثالث، مجموع العمود الثالث، هذا العمود مجموعه هو عبارة عن القيمة المتوقعة، هو عبارة عن القيمة المتوقعة. إذن نحن الآن نتفق على أنه العمود رقم 3 مجموعه هو عبارة عن القيمة المتوقعة، القيمة المتوقعة بالعربي هي عبارة عن حاصل ضرب سين في حاء سين، سين المتغير، حاء سين هي اللي هي ايش؟ حاء سين اللي هي القيمة الاحتمالية للمتغير. في الملزمة عندكم هذا المثال موجود في الملزمة، هذا المثال موجود في الملزمة، هذا المثال موجود في الملزمة، ممكن تتابع معي من الملزمة المثال الثاني. في المثال الثاني
الجدول التالي: المتغير العشوائي س يمثل عدد السيارات المباعة، وحاء س تمثل احتمال هذه القيم. اللي عنده الملزمة مين؟ تابع معنا، أنا أرسلت لكم هذا في على أرسلت لكم. نعم. طيب، عندي صفر، واحد، اثنان، ثلاث، هي عبارة عن عدد السيارات. هنا زيرو معناه ما في سيارة مباعة، واحد معناه سيارة واحدة مباعة، اثنان معناه سيارتان، هنا ثلاث سيارات. طيب حاء س، أنا أبغى أقول لك شيء يا شباب، لازم تعرف إنه القيمة الاحتمالية اللي هي حاء س هذه مجموع القيم كله المفروض يساوي واحد، مجموع كله المفروض يساوي واحد. إذا أي قيمة احتمالية هي محصورة بين الصفر بين الواحد، لاحظ معي هذه بوينت فور لا يمكن أن تكون سالب، أصلا لا يمكن أن تكون سالب، تمام؟ هذه القيمة الاحتمالية لا يمكن أن تكون سالب ولا يمكن أن تكون أكبر من واحد، يعني مجموع القيم الاحتمالية كلها مفروض يساوي واحد. هذا زايد هذا الما في أصلا ما موجود، زايد هذا مفروض يساوي مجموع القيم يا شباب واحد. إذا لما أجمع 4 من 10 و3 من 10 و1 من 10 مجموع كلهم بيساوي كم؟ بيساوي 8 من 10. الباقي كم من الواحد؟ اللي هي 2 من 10. الباقي 2 هي عبارة عن قيمة كاف. إذا لاحظ معي في الاختبار لو أعطاك قيم وقال لك القيمة الاحتمالية، لازم أي قيمة احتمالية فيها حاء س لازم تكون قيمة موجبة وأصغر من شنو؟ من الواحد، لا يمكن أن تكون سالب، لا يمكن أن تكون سالب. إذا قيمة كاف بتساوي 0.2، كاف بتساوي اللي هي 0.2، كاف هي عبارة عن 0.2. طيب ما تكتب لي بعدين 2 هذه المشكلة، لازم تكون بالبوينت، رقم بالبوينت، بوينت يعني رقم عشري كسري، لأنه هو زي ما قلنا الاحتمال هو كسور، كله كسور يا شباب، ما فيه حاجة رقم كامل. طيب ال 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 هذا القيمة عشان أحسب القيمة الاحتمالية اللي هي التوقع، أضرب العمود الأول، هذا العمود حاطط ضرب العمود الأول في العمود الثاني. أنت في الاختبار ممكن تعمل إيش؟ تعمل هذا الشكل في شكل عمود، تعمله يعني تعمله كده، تقلب الجدول العمود، هذا العمود الأول، هذا العمود الأول اللي هو سميه عمود س المغير العشوائي، وهذا العمود الثاني سميه عمود حاء س. كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها، كل قيمة في القيمة الاحتمالية المقابلة لها سميه حاء س في س ضرب س، أضرب هذا في هذا، 0.4 في 0 بتساوي 0، 0.3 في 0.3 بيساوي 0.3، 2 في 0.2 بيساوي 0.4، 3 في 0.1 بيساوي 0.3. إذا مجموع القيم هذه هو عبارة عن واحد. كيف يطلع كاف؟ كاف لا يمكن أن يكون سالب، قلنا كاف يا شباب، كاف هو عبارة عن مجموع القيم. في ناس لحد الآن مع الكاف، الكاف. طيب قال كيف يطلع كاف؟ أجمع الأول والثاني والثالث مجموع بيساوي 0.8، تمام؟ الباقي هنا كم؟ من واحد، لأنه نحن قلنا مجموع القيم الاحتمالية كلها في هذا المفروض يساوي واحد. الباقي هو عبارة عن 0.2 اللي هي 2 من 10. 2 من 10 هذه هي قيمة كاف، هي قيمة كاف. طيب بعد ما وجدنا قيمة كاف، نعمل حاصل ضرب العمود الأول في العمود الثاني، هذا في هذا، هذا من المقابل له، مجموع القيم الاحتمال، مجموع القيم هذه هو عبارة عن التوقع أو ميو. إذا مجموع القيمة الاحتمالية هو عبارة عن كم؟ واحد. التباين هربع قيمة س، أربع قيمة س وأضربها في 0.4، صفر
تربيع بيساوي صفر، ضرب بوينت أربعة بيساوي صفر برضو. تمام؟ واحد تربيع حيصير واحد، أضربه في بوينت ثري اللي هو بيساوي بوينت ثري. اثنان تربيع تصير أربعة، ضرب بوينت تو بيساوي بوينت ايت. ثلاث تربيع تصير تسعة، ضرب بوينت ون تصير بوينت ناين. مجموع هذا العمود هو جزء من التباين. ما هو التباين طالب؟ قلنا التباين هو عبارة عن سين تربيع مضروب في حاء سين، سين تربيع مضروب في حاء سين ناقص القيمة المتوقعة اللي حسبناها في البداية. عشان كده إذا طالبوك بالتباين، أنت أول خطوة تعملها تحسب التوقع أو القيمة المتوقعة. واضح شباب؟ كده واضح؟ أول خطوة المفروض نعملها نحسب القيمة المتوقعة اللي هي واحد، هذه في العمود الثالث. طيب واضح. اليوم نحن حنكتفي إلين هنا إن شاء الله. بنكون أول حاجة عرفنا القيمة المتوقعة وعرفنا التباين. أنا إن شاء الله حنزل لكم في المنتدى بعض التمارين عن القيمة المتوقعة وعن التباين، نعمل على حلها، وإذا واجهتكم أي مشكلة من خلال المنتدى إن شاء الله نناقشها مع بعض. يعني أنا أتمنى كل واحد يكون فيهم كيف يقدر يحسب القيمة المتوقعة وكيف يقدر يحسب التباين. أصلا هي عمودين فقط، عمودين، عمود الأول ثالث والعمود الرابع. نحن في الاختبار حنعطيكم عمودين، أنت تضيف عمود ثالث وعمود رابع. العمود الثالث للتوقع، وحتى إذا طلبتك على طول بالتباين، خلي بالك معي، إذا طلبناك بالتباين على طول أنت لازم تحسب التوقع أو القيمة المتوقعة، لأن القيمة المتوقعة هي جزء من قانون التباين، جزء من قانون التباين. واضح شباب؟ إذن نحن في الاختبار إذا طلبناك بالقيمة المتوقعة بالتباين، أنت أرجع على طول تحسب إيش؟ القيمة المتوقعة. واضح شباب؟ والقيمة المتوقعة سهلة جدا جدا. عمود ثالث تضرب العمود الأول في العمود الثالث، كل قيمة في القيمة المقابلة لها. واضح شباب؟ أنا نعم أنا بعمل الأسئلة إن شاء الله. الكلام اللي بنقوله هذا هو زب الموضوع، يعني نحن أصلا أي مسألة بنحلها الناس تركز على شغلنا هذا، إن شاء الله تكون الأمور واضحة إن شاء الله. واضح شباب؟ طيب سؤال دكتور. طيب أي سؤال يا شباب؟ حتى الآن مفهومين كله؟ واضح؟ مفهوم؟ أنا إن شاء الله بتفهم معنا في العمادة، حنزود نحاول نزود المحاضرات اللقاءات على نحل كل المسائل اللي بتواجهنا فيها بعض المشاكل إن شاء الله. واضح؟ طيب إلى أن نلتقي أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.